غوتيريش يدعو جميع الأطراف في سوريا لضبط النفس والامتناع عن تصعيد الوضع. صحيفة أمريكية تقول إن طائرات إسرائيلية وراء استهداف رتل إيراني لوجستي شرقي سوريا. خارجية النظام تدين بيان الخارجية الفرنسية حول الأوضاع شمال غرب سوريا. بوصعب يدعو للتواصل مباشرة وعلنا مع نظام الأسد لترسيم الحدود البحرية. مظلوم عبدي يبحث مع وفد أمريكي تعزيز التهدئة والاستقرار شمال شرقي سوريا. سياسي كردي يحمل بكيكي مسؤولية الهجرة الجنونية للشباب الكردي من سوريا. الليرة السورية تتراجع وتسجل 5190 أمام الدولار. منسق الاستجابة يقول ارتفاع معدل البطالة إلى 85% بمناطق شمال غربي سوريا. 60 نبضة، أخبار شام.